السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كلمة رمضان، تمام؟ أنا عاملاها هنا في الأفتر إفكت عشان بس تشوفوا الشغل عامل إزاي. دلوقتي هنعمل دلوقتي الستروك اللي هو الأزرق دوت، وهنفرج جواه، نعمل نفس الدوائر اللي من جوه ونخلص كده، وهنعمل الاستروكات اللي من تحت دي اللي هي المستطيلات ديت. دبل كليك في الجزئية اللبني اللي هي على الجنب دي، وديم ايمج، واوكي. وهقفل بقفل هنا، وهعمل لير جديد، وبأداة البين تول اللي اختصارها بي همشي جزئية جزئية. الت وكسرت الدراع، مش عايزة افل. ممكن اخلي الاستروك، مش مشكلة، مش لازم اغير اللون. وهعمل نقطة واسحب، ونجرب هنا هتيجي ولا لا. لا صعبة شوية، يبقى هنا نقطة ونسحب حاجة بسيطة، او ممكن نمسكها بالمسطرة كده، نجيبها المكان ده مثلا بعيدة شوية، وابدأ اسحب ونقطة وما سحبتش مش عايزاها حادة، ونقطة واسحب ونقطة واسحب وكليك وقفلت، تمام. دي كلمة، دي حرف الراء. نقطة ونقطة واسحب ونقطة واسحب، وسحبت هنا كمان ونقطة واسحب، هطلع من المسطرة لفوق شوية، نقطة واسحب، نقطة وسحبت، كليك وسحبت، وقلت وكسرت الدراع وقصرته، والمسطرة وكليك شمال، والهاند تبقى معايا، ايدي لسه على المسطرة، وكليك شمال بالماوس وبسحب دراج ودروب الايه الدوكيمنت، وهطلع نقطة فوق، كليك فوق، وبعدين كليك هنا واسحب سنة بسيطة، وقلت وكسرت الدراع، ونقطة كليك وسحبت، كليك وسحبت، كليك وسحبت حاجة بسيطة، كليك وسحبت حاجة بسيطة، كليك وسحبت، وكليك وسحبت، كليك وسحبت، وقلت وهقصر الدراع شوية، وكليك هنا، نجرب هنا كليك ونسحب كده ونشوف هتيجي. ظبطت. قلت وقصرت الدراع وكسرته، وبعدين هنا هقفل واظبط كده، ظبطت معايا. ودلوقتي هنستخدم ال اللي هي الاليبس اختصارها ال، وهعملها طويلة كده ورفيعة شوية، وبالاي هندورها اللي هي الفري ترانسفورم، أداة الفري ترانسفورم، وشدها من هنا ومن هنا، وفي خرجت من السلكشن بتاعة الفري ترانسفورم. وتاني ال عشان نعمل الدايرة، وبالاي لفيت الدايرة سلكت، ولفها تاني وأطولها من هنا شوية وأطولها من هنا شوية، وفي خرجت من الفري ترانسفورم. هنعمل بالبن تول تاني الحرف النون، كليك واسحب، كليك واسحب، كليك واسحب، كليك وسحبت، كليك وسحبت، كليك وسحبت، قلت وكسرت الدراع، كليك وسحبت، كليك وسحبت، كليك وسحبت، قصرت دراع بالألت، ونقطة وقفلت. ألت وهظبط الدراع هنا عشان هو النقطة اللي هنا دي مدورة، تمام. بالإيه النقطة دي حاول أقصر بالألت الدراع من هنا، تمام. وإل هعمل، وب
بالاي هلفها واخدها جوه، في خرجت منها، ال ودراج ودروب كليك شمال، شلت ايدي من الالت بعد كده بعد ما خرجت من الماوس. تمام كده كلمة رمضان احنا عايزينها كلها بالاي دروبر. هاخد اللون الازرق دوت، عايزاه ستروك، هبدل اللونين هنا في الستروك والستروك فيل، وهزود الستروك. هاجي هلاقي هنا الستروك هنا شكله غريب شوية عايز يتظبط، اكليك عليه واظبط الدراع بقى، طلع برا شوية، انزل سنة، تمام بالفي وشفت وسلكت ده وخرجت منه. تمام وقفلت بالقفل. هنعمل الشيب بالام وبعدين هنختار هنعمل النقطة دي النقطة دي زيادة شوية، النقطة دي قليلة، النقطة دي زيادة شوية، والإي صغر شوية، في سلكت الشكل كله، وبالإي هنعملها كده ونصغرها شوية وشوية. تمام والآي دروبر سلكت الأول وبعدين اي دروبر واختار اللون ده، في خرجت منه، الت وانا على الفي سيلكشن، الت كليك دراج دروب شيل ايد. ممكن نخفي اللون دلوقتي وبالايه هصغر كده من تحت وهطول شوية. تمام في دلوقتي هاخد ده كمان، الت دراج دروب بالايه، الت وشيفت وهنجرب هنا كده، كده وبالاي هنا صغر بزيادة وهنا دي شوية هنزلها ودي هنزلها اكتر. تمام وبالاي هنزلها شوية والإيه نجرب دي كده. تمام في ألت وسلكت وهنزلها هنا وبالإيه أبدأ بقى أظبط. أنا بس باخد دراج ودروب كوبي بيست ان بليس الشكل اللي انتوا عايزينه، في سلكشن إي وهقوم مصغراها كده. تمام ظبطت، في سيلكشن الت ودراج ودروب، اي اقلبها انزلها كده اشدها وصغرها، في الت دراج ودروب وبالاي وبالاي في وبالاي سيلكشن، لا هعملها ديليت واخد شكل تاني، اخد دي مثلا الت ودراج ودروب وبالاي هقلب الشكل واطلعها فوق واسحبها كده واطلعها فوق شوية، في ده كده دراج ودروب هنا دراج ودروب هنا دراج ودروب دي
وبين اي نكبرها شويه في اي وبين اي اكبرها شويه في طيب select all وبالاي دروبر واختار اللون ده تمام في برضو هنا alt و drag و drop وبالاي اسحب كده اهو v alt و drag و drop وبالاي عملت سيلكشن تمام هنزلها تحت كلمة رمضان واقفل رمضان دي هي مش باينة ليه لان ده بلو والستروك هنا بلو فهتحس ان دي طالعة فوق دي لان دي اللي فوق تمام يعني قفلت دي كده اهي دلوقتي سيلكت كلمة رمضان كلها وهدلها في اللون ده هلاقي ان الدايرتين دول مش متفرغين علشان افرغهم لازم اسلكت وشفت وسلكت ده كمان وهروح لحاجة اسمها Path Finder احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده بنجيبها من ويندو والPath Finder وبعد كده هروح على Minus Front هيعمل لي يقص لي ده من ده بيقص الفرونت من الباك اللي انا عاملها لهم Selection اللي قدام واللي ورا فبيقص اللي قدام الدايرة اللي قدام من الدايرة اللي ورا وفرغ لي المكانين دول كده جاهز ان احنا نشتغل عليه على الافتر افكت شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.